لاعج. شف يا سيدي، لاعج هل من بالسوشيال ميديا. أقولها بصراحة إلى الآن. لي صديق عزيز اسمه عبد الرحمن الصيان، أبو عبد الله، قام ودخلنا بتويتر. أيوة. أنا مولع بالتاريخ والرواية. رايع الله. سواء الرواية القديمة اللي القديمة جداً، القراءة القديمة جداً أو الحديثة. فقال لي هو ورا ما تدخل في السوشيال ميديا اللي هي سناب شات، وما أدخل يا الربع 8 أشهر وأنا حاسب اللغة العربية الفصحى إيه، والمتابعين يتراوحون ما بين 100 إلى 116 واحد، يعني 116 بس مو بألف. هم اللي قلت هذه فرحتنا، لا صاروا اليوم 117. يوم من الأيام اللي ليلة العيد لي صديق يقول إن امرته مجهزة كل أغراض بنته للعيد. إحنا الحين يوم 27 رمضان. يقول ليلة 27 الناس كلها تروح وليلة القدر إن شاء الله والعالم تدهر، إلا أنا ناقص على بنتي نعلة زهرية تركب مع البلوزة. أيوة. يقول ندور بريده كلها ندور نعلة زهرية ما لقينا. يقول يضيع ليلة القدر. ويذن الفجر عشان نعلة زهرية. فقمت وسنبت عنها. وتضرب عندي هاك الليلة المشاهدات بشكل خذ وخل. أسلوبك كيف كان في الطرح؟ عامي بحت. فمنها انتقلت إلى العامية وتركت العربية وقلت عليك العفاء. لا إله إلا الله. خلى الحافظ إبراهيم وأنا يا في